السلام عليكم، معكم أم حمزة. كل سنة وانتم طيبين. هكمل معاكم اليوم إن شاء الله سلسلة العيد. هعمل الغريبة، النعمة، الدايبة بدون ما تبصم بالإيد أو تفرش منك. هنعملها اليوم بكل الأسرار والتركات بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا نشوف المقادير. خمسمية جرام دقيق للبسكوت والكحك، 125 جرام سكر بودر، 250 جرام سمنة باردة، معلقة صغيرة فانيليا. أول حاجة هضرب السمنة، ولازم تكون ساقعة من التلاجة. ممكن أبيتها قبل بيوم وأحطها في التلاجة. بعدين هضربها مع السكر البودر. ممكن استخدم السكر البودر الجاهز او اطحنه بالبيت، اهم حاجة انه يكون منخول. واضيف عليهم الفانيليا. لو مستخدمة السمن البلدي يبقى كده مش هتستخدمي الفانيليا، او ممكن تستخدمي اي نوع سمنة وتضيفي فانيليا او اسانس السمن البلدي. هنبدأ نخلط السمنة مع السكر البودر لغاية ما يبقى قوامه كريمي ولونه أبيض. نستمر في الخلط لغاية لما يبقى قوامه طري ولونه يبدأ يتغير معايا بشويش. شوية شوية هتلاقي السمنة بدأت تفتح معاكي وتبقى طرية. شايفين قوامه عامل ازاي؟ هيكون كده شبه الكريمة او شبه كريمة الزبدة ولونه بقى ابيض. بعدين هنزل عليه بالدقيق كله مرة واحدة وابدأ ابسهم مع بعض. ابدأ ابس الدقيق مع السمنة والسكر. استخدمت هنا ايدي، ما استخدمش ولا العجان ولا المضرب، هكمل لعجنهم بايدي. ابسهم كويس جدا كاني بالضبط ببس الدقيق بالسمنه بتاع الكحك، يعني اعجنهم كويس. كل ما عجنتي الغريبه كويس كل ما اديتك نتيجه حلوه واديتك لون ابيض فاتح اللي هو شبه لون الغريبه اللي بنجيبها من بره. هفضل اعجن لغاية لما اوصل للقوام اللي هو خلاص بقت العجينة مش بتلزق بايدي ولمت معايا من البولة. شايفين هو ده القوام المطلوب. هاخد حتة كده من العجين هكورها كده بين ايدي، هلاقيها خلاص مش بتشقق معاي. هو ده المطلوب. بعدين هغطي العجينة ودخلها التلاجة لمدة ساعة. طلعت العجينة ساقعة جدا وهتكون معاكي مفرولة، يعني لو جربتي تشكليها مش هتنفع خالص. هعجنها على ايدي لمدة دقيقة كده لغاية ما لونها يصير ابيض وقوامها كده يبقى طري معاكي وتقدري تشكليها. وهو ده القوام المطلوب. وهبتدي هشكل الغريبة على طول. هجيب صاج مش مدهون عشان الغريبة فيها نسبة دهون عالية. هناخد قطع صغيرة كده ما بين ايدينا بحجم الليمونة تقريبا الصغيرة. هبتدي ابططها وبعدين احاول اعمل فيها زي حفرة صغيرة وزينها بانصاف فستق او ممكن انصاف كريز او لولي الحلويات، يعني على حسب رغبتك. لو العجينة وانتي شغالة بيها ساحت منك هنسيبها ترتاح وندخلها التلاجة لمدة 10 دقايق تقريبا، ولما تطلع هشتغل بيها على طول بدون ما اعجنها تاني. وحاول اسيب مسافة بين كل واحدة وواحدة من الغريبة
هكمل الصاج بنفس الشكل. ولو حابة تعملي الشكل التاني للغريبة اللي هو بيبقى الدوائر المفتوحة، من الأفضل إنك تحطيه في صاج تاني عشان بيبقى السوا مختلف للاتنين. والغريبة بتدخل على فرن سخن من قبل كده على درجة حرارة 160 درجة مئوية من تحت بس بدون مشغل الشواية. هتقعد من 5 دقايق ل7 دقايق. لو طلعتيها بعد ال7 دقايق هتحجر منك. الغريبة بتقعد 7 دقايق بس، مش أكتر من كده. بعد ما تطلع هنسيبها في الصاج، مش هلمسها لأنها بتبقى طرية جدا، يعني هسيبها تاخد حموض الصاج لمدة ساعة أو ساعتين. بعد ما تبرد تماما هشيلها من الصاج. ودي الغريبة بعد ما طلعت من الفرن، زي ما دخلت زي ما طلعت بدون ما تفرش، زي ما انتوا شايفين ولونها أبيض وجميل بدون ما يتغير لونها أو يحمر. التزموا بكل الملاحظات اللي قلتها في الفيديو عشان ان شاء الله تطلع معاكي غريبة ناعمة وجميلة ودايبة. وده شكل الغريبة، مش شققتش معايا ولا فرشت. وده شكلها من تحت بدون ما تاخد اي لون وبدون ما تبصم في ايدي. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت. يارب تكون عجبتكم. لأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل الموجودة بصندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وسبسكرايب.